كلمة امرأة نكدية دائما نسمعها في وسائل الإعلام. أنا في اعتقادي ما في شيء اسمه امرأة نكدية. ما في امرأة نكدية. ما في اسمه نكدية. في امرأة فاقدة لاحتياجات. في امرأة فاقدة لاهتمامات. طبيعة المرأة بطبيعتها إنسانة حنونة عاطفية. طبيعة المرأة هذه طبيعة الإنسانة. لذلك متى المرأة تبدأ كلمة نكدية؟ لما تفتقد احتياجات، لما تفتقد اهتمامات، لما تفتقد نشاطات، لما تفتقد ممارسات، تبدأ تطالب، تكرر، لعل وعسى تجد الاستجابة. شو يشوف الرجل؟ والله أنت إنسانة دوم تنكدين علي. هي مش قصة نكد، هي قصة مطالبة وممارسة هي تطالب بها. لما يأتي الرجل ويطبقها يعني أي حاجة أنت طالبها أنا أعطيك إياها، أنا أكد عليك؟ ما أنا أكد عليك. أنت طفلك الصغير بابا يجيب لي هذا، بابا أبا لعبة، أبا لعبة، جيب لي اللعبة، يتكلم يسكت على طول ينطفئ. ترى المرأة مثل الطفلة، دائما إحنا نقول الرجل المرأة مثل الطفلة، احتويها بارك الله فيك.